في زمن بعيد كان أحد الرجال مسافرا على قدميه، وكان هذا الرجل فقيرا وضل طريقه وسط الصحراء. حزن حزنا شديدا وقد تأكد أنه سيموت في هذا المكان، وخاصة بعد أن انتهى الطعام والشراب، وظل يمشي وهو لا يدري إلى أين يذهب. الجوع والعطش الشديدين وبدأ التعب يسيطر على جسده، ولكن ماذا يفعل؟ نظر في طريقه، ما هذا؟ هناك بئر في الطريق. أخذ الرجل يقترب من البئر وهو يحمد الله. جلس وأخذ يمد يده بداخل البئر حتى وصلت كفه إلى الماء، فبدأ يشرب حتى ارتوى. ثم نهض الرجل وواصل مشيه، وبعد فترة شاهد كلبا يمشي في الصحراء. كان من الواضح أن الكلب يشعر بالعطش والجوع أيضا. قال الرجل في نفسه، لن أخسر شيئا ما دمت سأموت في هذه الصحراء، فلا بد أن أفعل الخير مع هذا الكلب قبل موتي. وعاد الرجل ومعه الكلب إلى البئر. لم يستطع الكلب الوصول إلى الماء وحده ليشرب، فابتسم له الرجل وأخذ يمد يده إلى داخل البئر ويخرج الماء بكفه ويقدمها للكلب. وبعد أن شرب الكلب وارتوى انطلق مبتعدا، في حين استلقى الرجل بجانب البئر وهو يقول لنفسه، لن أستطيع مواصلة المشي مرة أخرى، سأظل في هذا المكان حتى أموت. ونام الرجل في مكانه حتى جاء اليوم التالي، وفجأة شاهد مجموعة من الرجال يقتربون منه، وكم كانت سعادته عند رؤيتهم. ولكن ما هذا؟ إن الكلب الذي سقاه بالأمس قد جاء معهم ويقف بجانبهم. ابتسم أحد الرجال وقال، لا تندهش أيها الرجل، فهذا الكلب يعيش معنا وهو الذي دلنا على الماء. عاد الرجل يبتسم للكلب بعد أن تأكد أن الله نجاه بسبب الخير الذي قدمه للكلب.